السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل محشي الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة، خليكم معانا. عندي كرنب كده، لازم يكون الورقة بتاعته ما يكونش صفراء، زي ما انتوا شايفين جميلة جميلة، قورته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده، جبت مية وحطيت فيها كمون، خليتها لما تغلي، وبعدين حطيت الكرنب كده، وبعدين حطيته في مية ساقعة كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما بسلقهوش قوي علشان ما يتهريش منك اهو زي ما انتوا شايفين، بطلع من المية السخنة وبعدين بحطه في المية الساقعة كده اهو، وبعدين بطلعه ورقة ورقة كده من المية الساقعة. وبعدين هعمل التسبيكة بتاعته، حطيت بصل انا بشراه وسمن وزيت، خليت البصلين لما تصفر كده، وبعدين حطيت الطماطم، وبعدين حطيت الورق في مصفى كده زي ما انتوا شايفين، طلعته من المية الساقعة حطيته في مصفى كده زي ما انتوا شايفين اهو. هقطع الورق وبوريكو، جبت المقص، وبعدين بالمقص اسهل من السكينة. انت عايزة تعمل ايه بالسكينة ماشي، انا عملته بالمقص كده بتبقى اسهل بكتير. بلف الورقة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين بقص كده حسب الحجم اللي انت هتعمليه اهو. بقطع، بحاول اعمله قد بعضه اهو اهو، بفردها، بقطع الورقة قد بعضها، بصوا هعمل واحدة تانية اهو، بوريكو حسب الحجم اللي انت عايزيه شايفين. رصيته فوق بعضه كده. الورق الاخضر ده هنحتاجه، هقول لكم هيتعمل بيه ايه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده اهو، عندي البهارات، بابريكا وشطة وفلفل اسمر وملح، بهارات محشي، كمون، مرقة دجاج ممكن تستغني عنها، ممكن تستغني على الشطة حسب رغبتك. عندي الخضار، بقدونس، شبت، كزبرة، والرز غسلته كويس وحطيت عليه الخضار كده، سبكت الطماطم بالبهارات كده، خليتها على النار شوية وحطيت عليها الصلصة كده، وقلبت الرز زي ما انتوا شايفين جميل جدا. ده الورق الاخضر اللي انا بقول لكم عليه، حطيته في الحلة من تحت كده. هحشي بقى، بفرد الورقة على ايدي وبالايدي التانية باخد رز كده اهو زي ما انتوا شايفين، وبلف اهو كده، جميل جدا.
بسرعة كده. اوريكو تاني، بفرد الورقة كده وبلف بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده، هكمل كده الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، حشيت كل الكمية. وبعدين حطيت صلصة انا مبقياها، حطيتها على وشي كده الاخير بتاع المحشي اهو. هفرت الصلصة كده على كل المحشي زي ما انتوا شايفين. جميل جدا يا جماعة، ريحته بقى ما اقولكوش. وبعدين جبت الورق المتبقي من المحشي كده، رصيته على الوش كده زي ما انتوا شايفين اهو، رصيته كده على الطبقة الاخيرة اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين جبت شوربة بقى، اي شوربة عندك سواء كانت لحمة او فراخ، عليها بهارات كده الشوربة. جميل جدا، حطيت كده الشوربة زي ما انتوا شايفين وهزيت الحلة، استوى عندنا بالطريقة دي. جميل جدا، جربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.